وهذه يمكن حال الدنيا، ترى الشخص إذا طلع من ديرته فارق أهله وفارق عياله وجاء في مكان مكبوت 90 يوم، عنا حمد الله نشكره كل شيء نجينا وحن في نعمة وكل جادي ما ننكرها كل، لكن محصور لك في 4 جدران وزي كذا ترى ضيقة، يمكن أدنى حاجة يمكن تضيق على الشخص وتكبرها ويجي الشيطان يكبرها على الشخص. لذلك خلي الأمور قدامك سهالات مع دل الجمال. والله يا أبو سعد 10 أيام ولا 12 يوم أنا كشفت اكتشاف والأمور تزين. كان الناس أول ولا دقة ولا مقطوع لك، كان الواحد أول إذا ضاق ولا شيء طلع سجله في مكان راح لين تروح منه. الحين وين تروح؟ الآن وين تروح؟ ما معك مكان تروح فيه. فلذلك الله يعينك اصبر إلين الله يزينها ومسج روح إلين الله يزينها. ولا نصيح المسجد يا مال الشحم قبل الكركعتين. أيوة الحمد لله وشكل الله. هذا إن شاء الله بإذن الله من أهل إن شاء الله. لكن قسم بالله ماني طيب. الله أكبر. أنا ما تضيق خاطري زلة الرجاء يا سلام ما دام كفو حفظها. لا والله أنا حفظ الأول يا كنت حافظها. أنا ما ضيق خاطري زلة الرجاء ما دام كفو ما أدري وش يقول. يقول الفرصة السانحة بادر لها لا تفوت لا تفوت وإن كان فاتت فلا تطرد وراء الفايتة ولا يزين الكلام إلا يزين السكوت. سكوت وكل مدري إيش قال نفسه الحب هذا يا مني بعطني صدى تكفى خلني أفر عطوه صدى عطوه اللي يبغى أبو هتان رح ولا تدري ترى صوتك أصدى في قلوبنا. الله الله أكبر رح تكبير علي لبدان. يلا يا منيب تفشني بعد زي بعض يوم فشني. آه تعال يعطيك الصدى يا أخي ماني طالع فيك لو تمضى. والله صاملين. هذه يا لا 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 منيب لا تسحب علي حبيب قلبي والله يا منيب. شوف منيب دقيقة مح يا منيب مح 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 أنت أحسن من بعض يا منيب. الله والله ما خليه بخاطري من كثر ما شفت بحياتي من أنذال بديت أشك إن النذالة فضيلة ما طاح من عيني رجل طاح ورجال رجالي يا ابن حنيف ما هي قليلة من كان ساس للردى ما ضرب أمثال اليوم يحسب من كبار القبيلة اليوم يحسب من كبار القبيلة المال يا ابن حنيف ملعون ابو المال عز الذليل وذل ناس عزيزة المال يا ابن حنيف ملعون ابو المال ذل العزيز وعز ناس ذليلة ذل العزيز وعز ناس ذليلة.